من قضاء المشخاب جنوبي النجف، وفي أحد حجر هذا المنزل المتواضع قررت أم محمد الاجتهاد والاعتماد على نفسها بتأسيس مشغل صغير للخياطة تعيل به نفسها وأطفالها، فضلا عن توفير فرص عمل لعدد من النساء ذوات الدخل المحدود. يعني خياطة، يعني أعين أطفالي وعندي ولد يعني مريض، فبدت مشروع باوعت أهلي طلب أكثر وسحب أكثر، فقلت يعني ما دام أنا أكو هيك يعني خلي أشتغل، شلون نقول بنات وياي يشتغلن خطية أكثر يعين نفسهن، وثاني شو وقت إحنا راح يعني شلون نتعاون، لأن هذا الوضع الصعب المادي والحياة الصعبة مثل ما أنا أمر بيها أكو غير هم يمر بيها. من هذا يعني في التعاقد في الشركات ويانا معامل تعامل ويانا راح عوائل تكثر بعد، يعني نجي بعد بنات ويانا يشتغلن أكثر يفتحن بيوت بعد يعني يعيشن نفسهن. منذ 5 سنوات أنشأت أم محمد هذا المشروع الصغير لخياطة وصناعة مختلف الاحتياجات المنزلية بالإضافة إلى الأعمال اليدوية. يشكو اليوم غياب الدعم الحكومي لهكذا مشاريع على الرغم من مساهمتها وبشكل كبير بتقليل نسب البطالة وعدم انتظار العمل في القطاع الحكومي. عندنا يعني عوائل، بناتنا مدارس، عندي طفل يعني هم محتاج مريض، فحبينا هنا يعني نطور أرواحنا بخياطتنا، ونحب يعني مسؤولية إحنا نتكلف أنفسنا. نطلب بلشت يعني ننتمي لمؤسسة حكومية أو مشروع أكبر من هذا المشروع، وإحنا حابين هذا العمل وعندنا فكرة وخبرات كل شيء نقدر نسوي، وإحنا هم عوائل محتاجة، وشغلة الخياطة إحنا حابينها وحلوة ونظيفة، بس احنا دعمنا قليل محدود. وتسعى النساء العاملات في هذا المشغل الى تطوير عملهن وتحويله تدريجيا الى مصنع كبير يستقطب اكبر عدد من النساء العاملات من خلال توفير الدعم الحكومي لتنمية المشاريع الخاصة. من النجف محمد رزاق، التغيير.